ايه ده اول فيلم ابتدى؟ طيب باختصار، كان في مهندس اسمه فرانك جيري راح لمخترع مجنون اخترع له آلة زمن علشان يجيب بيها مهندس تاني اسمه سارينن هو وعيلته للزمن الاخبر اللي احنا فيه ده. تعال نشوف ايه اللي حصل. انت متأكد من الآلة ولا هتبقى اشتغال؟ عيب عليك، لو انت معماري فانا دكتور. ماشي هنشوف اخرتها. يلا بينا. ايه ده؟ الجهاز طلع شغال، مش بتاعكم في تزامن افك. عيب عليك. ايه ده؟ المكان اللي شبه بيت خالتي ده. خالتك مين؟ ما احنا في المودرن يا ابراهيم. مودرن؟ مودرن ايه ده؟ ازيك وازي العماير؟ تمام. يا ام العيال تعالي سلمي على الضيوف. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ازيك ازيك يا مراتي القديمة؟ دي اللي جابك انا، مش حابب اللي جابني هنا. وانت ايه علينا دي؟ انت اللي جابك انت كمان، ومش حابب مني كمان. انت ليك حق ما تعرفنيش، انا فرانك جيري معماري من اصل كندي، بس ليا ستايل المميز اللي الناس كلها بتعرفه بمجرد ما تشوفه. هو مين فرد عضلاته على رجليه؟ ما يعرفش انت مين وابن مين ولا ايه؟ خش وري له اعمالك. انت ما تعرفش انا مين؟ انا المعماري اللي وارث المهنة دي عن ابوه وجده وجد جده واللي جابه جده. انا سيرالين، مهندس امريكي من اصل فرنسي، بشتغل مع ابويا في الشغلانه دي منذ نعومه اظافري. حتى بص نعومه اظافري اهي. هو ماله ده يا اخويا؟ انا جوزي كان مسلم كل الستايلات المعماريه في كانها مناسب. ستايلات ايه ده؟ احنا في زمن المودرن، يعني جوزي يعني فرانك. وانت تعرف تجيب مباني زي اللي انا بعملها اصلا، ولا تقدر بخيالك تجيب الكونسيبت بتاعها؟ مباني ايه اللي انت عملتها؟ انا ما تعرفش كوبنهايم ميوزيوم اللي في اسبانيا يعني. وده جاب الكونسبت بتاعه ازاي يا حبيبي؟ تلاقيه كان قاعد بيرسم في ورقه منديل كده وطلع الكونسبت بتاعه. انا فعلا كنت برسم في ورق منديل، على الاقل طلعت اعظم مباني التاريخ اللي استعملت فيها التيتانيوم. مش زيك. ذوقك حلو يا امين. حبيبتي يا سماح. تيتانيوم؟ تيتانيوم مين؟ مين جاب سيرة تيتانيوم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يرضيكي كده يا مدام اللي جوزك عمله فيا؟ جاب لي ضربه شمس وصرعني وعماني. مالها دي؟ يعني دي باظت خالص. باظت ايه؟ ما صلحنا الموضوع، الدنيا بقت بسيطه. طب سيبك من المبنى ده، مع انه هو اللي شهرني وكان ليه فضل عليا كبير جدا في ان انا اتشهر. تعرفش ليه ماريا ستيت سنتر ولا ايه؟ يا اخويا خيال الاطفال ده، تحسه طالع من فيلم كرتون. كرتون مين دول؟ الناس دي ما يفهموش في الخيال. خيال؟ خيال ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هو انت مهندس اصلا؟ انت بتفكر في الجنون والحاجات؟ فين السباكه بتاعت المبنى؟ والله والله لا ارفع عليك قضيه، وقضيه قد كده وهكسبها. يعني دي الست ثابت عليا؟ ثابت عليا انا كمان والله. يا ابني انا مش عارف انت ساكت له كده ليه؟ ما تخش يا ابني قول له اي حاجه بدل منظرك اللي بقى وحش قدام مراتك الكتير دول. ده انت عمالك تشهد لك يا عم. بقول لك ايه؟ انا ساكت لك من الصبح، مش عايز اقول لك على اللي انا عامله. صهم له. انا انت لو انت فرحان لي بالريماري ستيت سنتر بتاعك ده، فانا كمان عامل كرسيج اوتوتوريوم في نفس البلد اللي انت عملتها في ميد. وعامله بالسنشل، عامله بالسنشل ستراكشر سيستم، وعامله كيرتن وولز، وعامله بستايل ما حد يعلم بيه الا ربنا. عامله بالنت مودرنزم ستايل. ازاي كده من غير ستايل؟ عرفوا كمان ان هو من احدث العماير اللي في الميد سنشل. هو اكيد عارف الكلام ده كويس. كل واحد بقى ابتدى يعمل لي مبنى يقول لي مودرن. مودرن ايه يا ابني؟ انتوا تعرفوا حاجه عن المودرن اصلا؟ مودرن ده ليه قواعد؟ واي واحد عمل لي كرتن ولا يقول لي مودر؟ مودر منين؟ خش على التقيله. هقول التقيله يعني؟ بس حاضر. انت بتكلم مين؟ مالكش دعوه. بقول لك ايه، انا ساكت لك من الصبح ومش عايز اقول لك على التقيله. في التاو فلايت سنتر انا عامله في نيويورك بالنيو فيتشرسك ستايل، عامله بكرتن وولز وثنشلز سيستم وانتيريور ديزاين وكيرفات من جوه، حاجه تحفه انت ما شفتهاش قبل كده وما تعرفش تعمل زيها. ستايل؟ هيقول لي ستايل. ده ايه مهندس طلع هيقول لي ستايل؟ ستايل ايه يا ابني؟ انت تعرف يعني ايه ستايل اصلا؟ انا ايه مفهوم الستايل؟ واي واحد طلع عمل لي مبنى يقول لي ستايل؟ انت لازم تبقى مهندس مبدع ومبتكر وتطلع حاجه، مش تجيب لي اي مبنى وتقول لي عليه مودرن وستايل. ايوه دي انت مش فاهم حاجه. الستايل ده فن، نوع كده من انواع الفن بيميز. لا 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 انا ما اسمحلكيش تكلمي جوزي كده خالص. جوزي خياله واسع، ما بيحبش حاجه تأيده. جوزك اللي ماشي بدماغه ده عمل مصايب في المباني بتاعه. ايوه قولي. بص الثين شيل ستراكشر ده
في منه انواع اساسا، في منه لاترس كونكريت سيستم، وفي منه كونكريت ثين سيستم، في منه انواع كتيره بتستعملها في انك تعمل اسطح كبيره، تعمل شكل قبه السفينه. انا جوزي اتعلم على اكبر المعماريين في اكاديميه دولا جراندي شوميار اونبري، وبعد كده راح ديالي سكول اوف اركتكتشر. انت فاكره ان جوزي ما اتعلمش ولا ايه؟ دخل هارفارد يونيفرسيتي ودخل ساوث كاليفورنيا يونيفرسيتي. طب انا جوزي واخد جوائز كتير، واخد جايزه ذا امريكان انستيتيوت اوف اركيتكت، واخد جوائز كتير في الانتريور ديزاين. طب انا جوزي واخد جوائز، خد جايزه فريدوم موديل من اوباما ذات نفسه. الله يخرب بيت عبد الاسمر ده، الله يخرب بيته، انا هرفع عليكم قضيه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وتقوم معركة كبيرة بين الاتنين، وفي الاخر يعرفوا ان العمارة دي عبارة عن ذوق، زي اللبس تمام، اللي يجي على ذوقك مش شرط يجي على ذوق غيرك. وتوتا توتا خلصت الحدوتة. خش وريله اعمالك. انت ما تعرفش انا مين؟ انا المعماري اللي ورث المهنة دي عن ابوه وجده وجد جده واللي جابه جده. انا سيرلين المعماري من اصل ف سري. تيتانيوم؟ تيتانيوم مين اللي جاب سيرة تيتانيوم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يا يا خلاص يلا روحي اطلعي وفشي. خلاص بقولك ايه عميري، انت ما بتسكتش على عميري. بقولك ايه، انت ما بتسكتش على عميري. بلوزة ايه؟ بلوزة ايه انت؟